ناقشت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ناقشت عددا من الموضوعات الرامية لتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاعين الرياضي والشبابي في مملكة البحرين. وفي نشرة سابقة تحدثت رئيسة لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى السيدة سبيكة خليفة الفضالة عن أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي. ركزنا في هذه الدور على قضايا الشباب بشكل عام، منها الصحة والتعليم وأيضا التوظيف. اجتمعنا مع عدد من الأطباء لتبادل الأفكار ووجهات النظر، وإن شاء الله تحول هذه الأفكار لقوانين ونشوفها في الأدوار القادمة. من أهم المقترحات اللي تدارستها اللجنة هو مقترح بشأن تنظيم المراكز والأكاديميات الرياضية، مقترح متعلق بشكل مباشر بالصحة وسلامة الشباب، وأيضا راح يساهم هذا المقترح في خلق وظائف جديدة من خلال المدربين المحترفين والمعتمدين من قبل الوزارة. أيضا خلال هذا الدور اجتمعنا مع وزير شؤون الشباب والرياضة وأيضا الأخوان في اللجنة الأولمبية، أخذنا بمرئياتهم عشان نوصل لصيغة توافقية بخصوص المقترح. أيضا خلال هذا الدور قامت اللجنة بإعطاء رأيها في مشروع بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة للجنة الخدمات بالمجلس، وطبعا كان رأي اللجنة متوافق مع أهداف ومبادئ المشروع بقانون.